ليس على كبد، مع ان الرز اسعاره مختلفه، في رز بايورو، رز بخمسين سنت، رز باثنين، رز بخمسه ايورو، من اجود انواع البسمتي الشوكوموكو هذا الكبير. بس انت مش عارف تسال، انت هتروح على اوسط ما تطعم اهلك. الغني سيطعم ابو خمسه ايورو، عنده فلوس وياكل في بيته بخمسه ايورو. انت مثل حالك في شحات اكل بخمسه وسبعين سنت، امام ابو نص فرنك في السين هذا اشتري بخمسه وسبعين سنت. فانتم لكن معك نتجاوز هذا الان، بس تعليقا لانه ترك السنن دائما، ما ترك الناس سنه الا وقعوا في مخالفه ادت الى وجع راس حقيقه. هذه قاعده خذوها. وذلك قال السلف رحمه الله تعالى: ما ترك الناس بدعه وما اماتوا سنه الا احيوا بدعه. هذا معنى الكلام. وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد اخوان ابن واجب، تركت فيكم ما تمسكتم به ما تضل بعدي ابدا، كتاب الله سنتي. وقال عبد الله بن مسعود: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالعهد القديم، عليكم بالعهد القديم، عليكم بالعهد القديم، تصابوا في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إلى آخر هذه الأقوال معروفة محفوظة لدينا جميعا. أمر عليها ونرجع إلى قصة القيمة. قصة القيمة خرجت بسبب الأحناف الموجودين في هذه البلاد، وقاسوا على قاسوا سمعوني على قصة سيدنا معاوية فيما يتعلق بسمراء الشام والحنطة، أنه يخرج كيلين أكيل المدينة بخيل أو صاعين بصاع من سمراء، سمراء الشام مش كذا الحنطة قيمتها أعلى من قيمة المدينة، فقاسوا عليه. وهذا القياس الحقيقة لا أدري كان المحل، الله أعلم، لكن نقول أن الأصل أن الأحناف هم أكثرية في هذه البلاد يخرجونها قيمة، يعتمدون على هذا الحديث وهذه الرواية أثر ويخرجون القيمة مالا في بلادهم. وانتشرت في أوروبا القيمة، ومنذ أن انتشرت أصبح الناس يختلفون في كم؟ 2 أورو، 5، 10 إلى آخره، وكل سنة ما رأيت سنة التي بعدها. حقيقة نصيحتي لكم: لا تتقيد لا بمسجد ولا بغيره، تقيد بحالتك أنت. أنت في بيتك، نوع الكسكس اللي تشتريه ونوع الرز من أي نوع أنت تعرف، وكلنا يعرف. أنا أعرف الرز اللي أشتري في بيتي، أشتري الرز البسمتي اللي حق الكيلو عندنا 2 أورو في ألمانيا، خلاص هذا معدل اللي عندي. فأنا أخرج مثلا القيمة المالية، القيمة المالية ليس لأني أخرج مالا، بس أصبر عليها حتى ما تكون هذا ناقض نفسه. المسجد عندنا هناك صندوق نجمع فيه كل سنة ونخرج إلى فلسطين، أيتام وأرامل ومساكين أو بعض تعبانا، فنخرج لأحد الأقارب هناك أو أحد المعارف الذي يترجمها في كل سنة، ونراها بالفيديو ونراها يعني لايف حية، نخرجها رزا وسمنا وبطاطا وباذنجان وعسل. المهم أقصد قوت البلد المتعارف عليه، فنخرجها مالا وهو هناك يجهزها قبل العيد ويوزعها على الناس. فأنا أشوف أنا أشتري 2 أورو كيلو، يعني أخرج 2-4 أورو وقرابة 20 سنت ولا كذا على الشخص الواحد من أهل بيتي، يعني أنا آكل من هذا الرز. هناك ناس ما عندهم هذه الإمكانية، يأكلون الرز أول 75 سنت اللي في الأرض والبني، الرز المصري حتى 50 سنت في اسبانيا. فهذا يخرج عن كل شخص اورو وكم من سنت. فانت امكانياتك تلك تخرجها وتجعلها في الصندوق الذي في زكاه الفطر للمسجد. اذا ما كان عندكم هذا النظام فابحث عن معسكرات اللاجئين هنا، خاصه الافارقه وغيرهم ممن يعطونهم 40 اورو في الشهر وتذكره الطريق ويموتون جوعا. أنا عشت معهم وبينهم وأعرفهم حتى في ألمانيا، هناك معسكرات كاملة والله لا يرون الطعام والشراب إلا يعني أعزهم الله الكلاب لا تأكل، ما يقدم إليهم مرتين في الأسبوع بكيت كذا علبة فيها قطعة لحم جربانة وخبز يابس وخسة
وعندتين فصولية معلبة طلعت ريحتها والله لهم التاريخ خلاص وحتى أيامه ويعطونا مرتين في الأسبوع هذا الشيء وأربعين يورو في الشهر لا غير. أنا عشت مع هؤلاء الحمد لله كنت أعمل لكن عشت في نفس الهاي في نفس المكان لأنه كان يسمح لي بالسكن الخاص أول ما جئت إلى ألمانيا حتى يسر الله وخرجت. فهؤلاء موجودون بكثرة وخاصة مثالقة يعني الأرض مليئة بهم. فأمثال هؤلاء تبحثون عنهم وتذهبون ليلة العيد قبل أربع خمس أيام سيارة توزع عليهم أكياس كل كيس خمسة كيلو رز سبعة كيلو رز كذا إلى آخره يجمعونهم أو ما يخصك أنت. فإن فعلتم وإلا لما قلت لكم المسجد الذي في جهة المكان القيمة الآن فهمت كم القيمة كم كانت ستة أو سبعة أو حسب طز الإنسان 2 كيلو 40 جرام صاعا على كل شخص. عندك 10 أشخاص اشتروا رز من 2 يورو يبقى عندك 20 يورو تحط 20 يورو يشترون لك بها رزا ما شاء الله. إن شاء الله واضح المسألة هذه. يقول الله عز وجل إخراج مصارف في مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم فتخرج المؤلفة قلوبهم وقد أخرج عمر رضي الله عنه وأخرج عثمان وأخرج معاوية النصارى واليهود الذين يعيشون في هذا المسلمين لقد أخرج لهم بدل العمل وقال انظروا في كل نصاري ويهودي من كبر سنه وانحنى ظهره ولم يعد قادرا فأخرجوا لهم الزكاة تعفونهم بها ومنعونهم من الحرام. هذا وارد في السنن صنف عبد الرزاق صنف ابن ابي شيبه وفي السنن ولا شك انهم من المؤلف قلوبهم من احسنت اليهم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسلما واخذ الاموال يا محمد اعطني من مال الله الذي ليس لمالك ولا مال ابيك واحتمل معه قطيعه كامله فلبث المره سنه ورجع بقومه قد اسلموا جميعا وهو اسلم وجاءوا بجميع زكواتهم. بعض الصحابة قال رسول الله يعلم أنا أولى من هؤلاء. نعم رسول الله يعرف ماذا يفعل أعطاهم 100 بقرة رجعوا 2000 بقرة. من الذكي ومن المفلح ومن التاجر الرابح؟ الناس لا ترى هذا. بالعكس أنا أوصيكم والله وصية أوصيكم وأرجوكم يعني أن تفتحوا صدوركم اليوم أن تزعلوا عليه حتى تقول لي مخطئ من سنة 20 سنة الأخيرة خليني أقول لحد قبل منتصف أحداث سبتمبر يعني لحد سنة 2004-2003 إلى حتى بعد أحداث شوي والفقه المتوارث عندكم خاصة في بلاد هنا ما أعرف ما حضرته ورأيته حتى من بعض العلماء والمشايخ نسأل الله يهدينا جميعا الاحتطاب ضيق عليهم الطريق أخذ قرض من الأب والهروب به أموالهم مباحة إلى آخره بسط وجوههم كفار معي الكل هذا حضرته في ألمانيا عندنا وفي كل مكان من أوروبا فقه هذا مش عارف والله لا أداش مسمى له والذي يخالف كل هذه من النصوص جملة وتفصيل الذي عنده أي كلام يتفضل حتى أعطيه 100 حديث من جلسة 100 حديث للسنة المتصلة من النصوص ومئة آية فقه المسائل التعبانين فقه المنهك مما أدى إلى تنفير الخلق من الإسلام. هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق على كل الخلق على مسلمهم وكافرهم جنهم وإنسهم وحيوانهم كل شيء ولا أدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان اليهود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسبونها يقول لها السلام عليك يا محمد تقوم عائشة معنا ماذا تفعل؟ تغضب غضبا تقول السلام عليكم الموت واللعنه يا اخوان القرد والخنازير. هذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ها قرر ماذا قال لها؟ قال ما هي عائشه؟ تعرفون معنى ما؟ ها اسم فعل سمعتوا اسماء الافعال؟ اشي قالوا ونسمع منكم دروس الالفيه وفي شجرات الذات جسم الله أنا أصيب بهذا الشيء يستوى في السجن
أبشر هو خلاص هم استوى الآن. ما اسم فعل معنى أضجر يعني وماذا ماذا هناك؟ ما هي عائشة؟ عليك بالرفق واللين، إياك والفحش، عليك بالرفق واللين. قال يا رسول الله أما سمعت ما يقولون؟ غاضب عليه، تحب زوجها وتحب نبيها ولا تحب أحد يزوجها. قال أما سمعت ما قلت؟ قلت وعليك ألا تعلمين أنهم يجاب لي فيه ولا يجاب لهم فيه. هذه الحديث منسية ما أحد شايفها. يقول أنا مذمّن ولست مذمّن وإنما أنا محمد. أرأيتم كيف يضرب الله عني سبع قريش؟ يقول أنا مذمّن ولست مذمّن بل أنا محمد. لو أن كل كلمة عوام قمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا من هلال، يزود إساءة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيب. أرجوكم هذا الفقه الخربان دعوه، أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم. طالما استعبد الإنسان إحسان، الله سبحانه يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أقسط أكرمهم، والله ورأينا أن إكرامهم يتسبب في دخولهم من هذا الدين. هذا شغل يوتيوب عندنا المسجد يوميا يسلم عندنا اشخاص، شخص اثنين ثلاثه. ليش؟ عشان الله يجعل الطريق ورفصهم في الشارع. لان طول اليوم انا وابنائي وتلاميذي الشيخ عصام المشايخ الفضلاء يزورونا، نمشي في الشوارع طول اليوم هلو جود مورنينغ كسكات، نوزع بسمات عليه، نوزع هدايا. الشيخ عصام طول اليوم ذبحني يوزع عطور ويوزع هدايا، حتى والله فلوس اقسم بالله كان يوزع عليهم المال، والذي نفسي بيده يعطيهم هدايا فلوس ريالات سعوديه 100 ريال 50 ريال. يقولوا اذا اسلمت في مكه هي ليست لها قيمه تذكاريه يعني، لكن يفرحون فرح. نعطيهم التمر في الشوارع، نمشي الشوارع نعطيهم التمور. والله شوف ادخل يوتيوب اتفرج يوتيوب شيخ ابراهيم الدوي شيخ معي يوميا في مسجد الشيخ الله يحفظه يوميا ياكلون معنا غير مسلمين ولا بيسلموا ولا نكرهم. على مائده انا عندي خيمه اسمها خيمه الامام، غير خيمه اللي عندنا 600 مفطر يعني من يفطرون في رمضان رجال ونساء، عندهم خيماتهم الخاصه كبيره، وانا عندي خيمتي خيمه الامام وفضيله المشايخ مثل الشيخ عصام وغيره. نحن نجلس في خيمه الامام ونستقبل الضيوف غير المسلمين، نساء ورجال عرايا ولابسين خربانين وسكرانين وصاحيين بروفيسورين وخبازين ومخين من كل صف لهم، ونجلس نطعمهم ونكرمهم، والشيخ يقوم يقطع لهم اللحم كذا يفضلهم ويعطيهم الفواكه بيده ويغرف لهم بيده. والله الذي لا اله الا هو انهم تراهم كالذي يغشى عليه من الموت مصدوم. هذا القسيس الكبير هذا يعمل بلد عندهم القسيس تعرفون تسلسل كيف؟ قسيس الرب عندهم هذا كذا أنا يصب لي الشرب بيده ويعطيني الخبز ويدعو لي حتى أسلم. خلق عظيم. ادخل شوف فيديوهات الشيخ يدخل الشارع على يديه وعلى يدي غيره من المشايخ إيش؟ يهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الخلق بالإحسان. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا مش كفرنا يا كفار يا ولد 60 و57 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وكمان أعطيكم قاسم مشترك وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اقرأ آية سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. ها واقرأ كل آيات تدل على أن هناك طريقة معينة في الدعوة تجعل الناس يشعرون أنهم مشتركون معك. ايش يحصل؟ ها تألف القلوب إن شاء الله عنه ما أسلم يا أخي، بس على الأقل
ويصبح ما يعادي المسلمين، لا يفعل المسلمين. من الله لو في وقت أحكي لكم قصص في هذا الباب منذ 20 عاما وأنا في أوروبا، مر علي من المواقف بسبب الإحسان. الله قسم بالله تجعلني ولا ألتفت لقول أحد، لا عالم ولا جاهل في هذا الباب، لا يهمني. يعني كلام الله زائد التجربة الحياتية اللي عشتها. أنصحكم اطلبوها منها، وهذه آخر ساعة. أقسم بالله ولا يهمني ساعة استجابة، اللي بيروح يروح، اللي بيبقى يرفع، فنستفيد جميعا من الشيخ وقصصه. والذي نفسي بيده كم أسلموا بسبب الإحسان والضحكة والكلمة الطيبة وتحمل عنه حقيبته وتقوم الجلسة مكانك امرأة ولا حامل ولا امرأة. كم من أسلم فقط لأنه رأني أقوم وجلس وراء مكاني. يا سلام. هي ما أسلمت راحت، بس ليش اللي رأى خليه يعمل هذا كذا من فضلك؟ لماذا فعلت هذا؟ سألوك. أوه يا شيخ، عندي أقول لك بعث الخصص لو أخذ أحكي الآن عن الناس اللي أسلمت حتى لا أنا أعطيهم الآن العكس، أعطيهم ماذا يفعل العكس. كنا في المسجد بعد الشيخ أبوه ما أعطنا الشيء الزين. الشيخ عنده مرض مسكين المرض، قاعد نحاول نفكر. كنا في محل أحمد شرائح